السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، نحييكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي. تجاوز نسبة المحصنين بجرعتي لقاح كورونا بالمملكة حاجز 46%، وجرعات لقاح كورونا تتجاوز 39 مليون جرعة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,000,000 حبة كبتاجون وردت إلى المملكة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا وإلزام موظفي الشركات الكبرى بأخذ اللقاح. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر نيوم رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سولوتسكي، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العبان ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم أسلمي. التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة. وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لجامعة الدول العربية. برئاسة وزير الخارجية السعودي وفي إطار اجتماعات الدورة 156 لوزراء الخارجية العرب، عقدت اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات ملف الأزمة والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وبمشاركة المملكة عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية اجتماعاً ناقش التدخلات التركية وكيفية التصدي لها، كما عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس اجتماعاً آخر. تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق. إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين والعودة إلى حدود 4 يونيو 1967 تمثل الطريق الوحيد لسلام حقيقي ومستدام وشامل في المنطقة، والجامعة العربية ترحب بكافة الخطوات والجهود التي تبذل حاليا من أجل الوصول إلى هذه الغاية. ورفعت اللجان الثلاث تقارير بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات التي توصلت إليها لاعتمادها كقرارات صادرة عن وزراء الخارجية العرب. موقف واضح للمملكة خلال هذه الاجتماعات لوزراء الخارجية، مؤكد على الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية ورافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون العربية. أسامة عبد المقصود من جامعة الدول العربية بالقاهرة.
استعرض المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروتبيرغ. يقدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروتبيرغ اليوم إحاطته الأولى لمجلس الأمن والتي ستتركز على التطورات في اليمن. المبعوث الأممي سيبدأ زيارته إلى المنطقة في الأيام القادمة، حيث سيجري نقاشات مع مسؤولي الحكومة اليمنية. وتعهد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروتبيرغ بالالتزام بمبدأ الشفافية كوسيط للدفع قدما بالعملية السياسية في اليمن. كما أعرب غروتبيرغ عن تطلعه للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل الغزاوي المسلمين بتقوى الله في جميع أعمالهم، وأشار فضيلته إلى أن المرأة لا يوزن بحسبه ونسبه ولا بمتاعه وماله، ولكن المعيار في التفاضل بين الناس هو الإيمان والتقوى. لا يستوي من يتعلم العلم لينتفع به وينفع الناس، ومن يتعلمه ليتباهى به، ولا يستوي من يكتسب المال الحلال لينتفع به في مصالحه ويستغني به عن الخلق ويقضي به حاجات الناس، ومن يكتسب المال ليفاخر به وينفقه في غير حله، ولا يستوي من يطلب الأولاد ليرزق الذرية الصالحة ومن يطلبهم ليكاثر بهم ويتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي المدينة المنورة حث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ أحمد بن طالب بن حميد بالمحافظة على الصلاة وأنها سبب نجاح المسلم وفلاحه، فمن تمسك بها نال رضا الرحمن ورحمته. إن الصلاة قرة عيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، ومحك أحوال الصادقين، ولسان ميزان السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده، هداهم إليها وعرفهم إياها رحمةً بهم وكرامةً لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا حاجةً منه إليهم، بل منةً وفضلًا منه عليهم، وتعبَّد بها القلب والجوارح جميعًا، وجعل حظ القلب ونصيبه منها أكمل الحظين وأعظم النصيبين. كشفت أرقام وزارة الصحة عن تحصين أكثر من 16,423,000 شخص بجرعتي لقاح كورونا في المملكة، لتزيد نسبة المحصنين بجرعتين عن 46% من مجموع السكان، وبهذا يتجاوز مجموع أعداد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 39 مليون جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 22,685,000 شخص، لتتجاوز نسبة التحصين 64% من السكان بجرعة واحدة، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة.
استحدثت إدارة الهيئة الملكية بمحافظة ينبع تقنية التبخير والتعقيم بالبخار، وذلك تزامنا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة سعيا لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية. يأتي ذلك استكمالا لمبادرة بيئتنا آمنة وتطبيقا للإجراءات والبروتوكولات الصحية لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المسؤولة، واستكمالا لخطوات حثيثة برفع مستوى جودة الحياة كهدف من أهداف رؤية المملكة 2030. وعودة لآخر أخبار كورونا في المملكة، ففي آخر إحصائيات فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 545829 إصابة، من بينها 2311 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 542 حالة حرجة. كما تم تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 534908 حالات تعافٍ، فيما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8610 حالات وفاة رحمهم الله. وإلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي. وتأتي الإجراءات التي تتضمن تفويضا بتطعيم ملايين الموظفين في وقت يتعرض فيه الرئيس الأمريكي لانتقادات بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض، طلب بايدن من وزارة العمل إلزام جميع الشركات الخاصة التي يوجد بها 100 موظف أو أكثر بفرض التطعيم أو تقديم دليل على نتيجة فحص سلبية للموظفين غير الملقحين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها بدأت في تطوير لقاح يجمع بين جرعة معززة من لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ولقاح الأنفلونزا الموسمية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة بدأت في الخطوة الأولى في برنامج لقاح الجهاز التنفسي الجديد الخاص بها، مع تطوير لقاح من جرعة واحدة يجمع بين معزز ضد كوفيد-19 ومعزز ضد الأنفلونزا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نيوم وبرنامج تنمية يطلقان مبادرة أنت المستقبل لدعم وتهيئة طلاب وطالبات منطقة تبوك للعودة إلى المدارس. أهلا بكم من جديد. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,100,000 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية. وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما تمكن الجمرك من إحباط محاولة أخرى تم العثور عليها مخبأة في طرد بريدي. وأوضحت الهيئة أن جمرك ميناء ضبا أحبط محاولة تهريب أخرى، وتمكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة تهريب كانت مخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة. أوضحت وزارة التجارة وجود شرطين رئيسيين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وألا يكون المتقدم موظفا حكوميا. وبينت التجارة أن خطوات إصدار السجل تبدأ بخمس خطوات، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بالوزارة والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة، وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة وتسديدها إلكترونيا وطباعة السجل.
كما أعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال شكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك. يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيلة اليوم في أعمال الاجتماع 24 للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيا برئاسة المملكة في البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين. وجاءت استراتيجية العمل البلدي المشترك كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، استكمالا للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول حفظهم الله لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية. أطلقت نيوم ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق تنمية، أطلقت مبادرة أنت المستقبل الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من أبناء الأسر أسر المجتمع في نيوم ومنطقة تبوك وتهيئتهم للعودة إلى المدارس. وشملت المبادرة توزيع 3000 حقيبة مدرسية قام بتجهيزها أكثر من 70 متطوعا من موظفي نيوم، وذلك لإشراك ودمج الموظفين في البرامج الاجتماعية وتعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والجوانب التطوعية لديهم. أعلنت وزارة التعليم عن موعد الترقيات للمعلمين والمعلمات بالوزارة، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية بتاريخ 26 من شهر صفر من عام 1443 للهجرة وحتى تاريخ 8 من الشهر الثالث من عام 1443 للهجرة من خلال نظام فارس خدمة ترقيات المعلمين من الخدمة الذاتية للموظف لمن أصدر الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب. وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة متطلبات الترقية حسب ما ورد في المادة 10 من لائحة الوظائف التعليمية. تبذل الجمعية الخيرية بمحافظة العارضة جهودا بارزة في مجال العمل الخيري ودعم المحتاجين، حيث بدأت في توفير عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة. للمزيد ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من هناك زميل زاهر المالكي. أهلا بك زاهر، إلى أين وصل هذا المشروع الخيري في مراحله الحالية؟ اهلا وسهلا زميلي هلال، تحيه طيبه لك ولمشاهدي قناه السعوديه واخبار السعوديه. بالتاكيد الجمعيه الخيريه وجمعيه البر بالعارضه هي من الجمعيات الرائده في مجال العمل الخيري في منطقه جازان، ولها اعمال كبيره جدا، ومن ابرز تلك الاعمال هي مشاريعها الاخيره التي تم الاعلان عنها، وهي بناء وتقديم مساكن للاسر الاشد حاجه التي اختارتها الجمعيه او تستفيد من خدمات الجمعيه. وللحديث اكثر عن هذه المبادره والكثير من اعمال الجمعيه، يسرني ويسعدني ان يكون الى جانبي في هذه اللحظات الاستاذ عطيه دوشي، وهو نائب رئيس الجمعيه. اهلا وسهلا بك استاذ عطيه، تحيه طيبه. يريد تحدثنا بشيء من التفصيل عن البرنامج الأخير اللي أعلنتم عنه، وهو مساكن الجمعية التي تقدمها للأسر المحتاجة وأبرز أعمال الجمعية. حياك الله أخ زاهر، أنت والقناة السعودية الأولى، أنا أرحب بكم في العارضة هذا أولا. جمعية العارضة وجمعية بر العارضة أنشئت في 21/7/1923، هي جمعية فتية لم تكمل ربيعها العشرين إلى الآن، ومع ذلك خطت خطوات عملاقة بفضل الله أولا، ثم بفضل دعم ورعاية حكومة رشيدة عزها الله،
والقائمين على هذه الجمعية وأبناء محافظة أبناء وبنات محافظة العارضة. جمعية العارضة هي بالنسبة لمشروع مساكن اللي سألتني عنه، اتجهت الجمعية حقيقة وتبنت إنشاء المساكن منذ أكثر من 5 سنوات. أنشأت مجمع الإسكان التنموي بالحميرة يتكون من 55 وحدة سكنية بالإضافة إلى جامع ومقر لجمعية التنمية الأهلية وملاعب ودار فتاة وعدد من المحلات التجارية حتى تكون رافد للجمعية. أطلقت مؤخرا مشروع أكنان 1 وأكنان 2 لإنهاء الصفيح تماما في المحافظة بعدد 44 وحدة سكنية. أطلقت أيضا مشروع ترميم المساكن للمساكن المتأثرة أو التغيير نعم بعدد 27 مسكن. مشروع أكنان 2 اللي أطلق مؤخرا، متى من المتوقع أن ينتهي هذا المشروع بشكل كامل وينجز بنسبة 100%؟ أظن إلى الآن احنا قطعنا تقريبا 80% من المشروع. المتوقع إن شاء الله في مع بداية السنة الميلادية الجديدة سنكون منتهين تماما من أكنان 1 وأكنان 2 ومشروع ترميم المساكن. ما هي أبرز المبادرات الأخرى في العمل الخيري وأنتم أحد الجمعيات يعني الرائدة في هذا المجال في خدمة محافظة العارضة؟ آمن القائمون على هذه الجمعية حقيقة بأهمية التخطيط الاستراتيجي ومؤسسة العمل في الجمعية. أنشأنا الخطة الاستراتيجية الأولى قبل تقريبا 13 سنة والآن نحن في الخطة الاستراتيجية الثالثة التي انطلقت حقيقة بعد إطلاق سمو ولي العهد لرؤية المملكة 2030. نهدف من خلال الخطة الاستراتيجية الأخيرة الثالثة إلى التحول من الرعوي إلى التنموي تدريجيا بنسبة تصل إلى من 60% رعوي إلى 40%، من 40% تنموي إلى 40 إلى 60% تنموي إلى 40% رعوي. عندنا حقيقة بعض المشاريع المهمة مشاريع استثمارية كمشروع الديوان الترفيهية، ولله الحمد انتهينا من بناء وتأجيره رافد من روافد الجمعية. أنهينا مركز غسيل الكلى وأمراض الدم مستشفى العارضة. انتهينا بتوفيق الله من محطة التحلية والتي يستفيد منها أبناء الأسر المستفيدين من الجمعية، بالإضافة إلى أن أجرناها وتكون رافد آخر على الجمعية. المشاريع المستقبلية أيضا عندنا مشروع الشاليهات والتي نتوقع الانتهاء منها إن شاء الله خلال العام 2022 بإذن الله. شكرا لك أستاذ عطية على هذه المعلومات وعلى هذا العمل الجبار اللي تقوم فيه في الجمعية الخيرية نحو التحول لأن تكونوا يعني جمعية رائدة، أيضا جمعية تغذي وأيضا تدعم برامجها بنفسها. الله يسعدك وأشكرك وأشكر القناة السعودية الأولى على هذه الفرصة تحتوها لنا لإبراز الجمعية وأعمالها. شاكر لك أخ زاهر وشاكر للقناة السعودية الأولى. الله يحفظك. إذن زميلي هلال كان هذا هو حديث الأستاذ عطية دوشي عن برامج الجمعية وما يميز حقيقة جمعية العارضة هي أنها برامجها الاستثمارية الكبيرة جدا التي حولتها للأمانة من جمعية تنتظر الدعم إلى جمعية توفر الدعم لنفسها ولبرامجها بخططها الاستراتيجية. أشكرك زميلي زاهر المالكي مراسل أخبار السعودية كنت معنا من العارضة بمنطقة جازان، شكرا جزيلا لك. دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التطبيق الإلكتروني إمام، والذي يساعد في إدارة مهام أصحاب الفضيلة من الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة، ويسهم تطبيق إمام في إدارة رقمية ذكية لمهام الأئمة والمؤذنين وتحقيق التحول الرقمي الكامل للإدارة وسرعة تبادل المعلومات بين الأئمة والإدارات ذات العلاقة. تولي المملكة العربية السعودية القطاع الصحي أهمية بالغة على جميع المستويات، وخلال فعاليات ملتقى الأكاديمية الصحية الذي نظمته الأكاديمية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أكد متخصصون محليون وعالميون في القطاع الصحي أهمية تجربة المريض وأنه يعد عنصرا مهما في نموذج الرعاية الصحية، وأن هذا المجال الجديد بالغ الأهمية للقطاعين العام والخاص لتكون تجربة المريض محور الاهتمام وتضمن الرعاية الصحية المثالية في جميع الأوقات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ خالد العريج المدير التنفيذي لاستحداث الوظائف وشركاء الأعمال. أهلا بك معنا أستاذ خالد في هذه النشرة. أولا نريد أن نتحدث عن مفهوم تجربة المريض وما هي أهميته في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. الله يعطيك العافية ويسلمك وشاكلكم جميعا. طبعا اليوم لما نتكلم عن تجربة المريض احنا نتكلم عن يعني هي جزء لا يتجزأ من النظام الصحي ومن مستهدفات التحول الصحي ونموذج الرعاية الصحية. تجربة المريض اليوم الكل يولي لها اهتمام بالغ، بحيث أنها تعكس فعليا تجربتنا سواء كنا مرضى أو مرافقين للمرضى أو مستفيدين من منظومة الرعاية الصحية. النموذج الرعاية الصحية اليوم فيه أدوار رئيسية موجودة فيه، أحدها تجربة المريض، ولذلك حبينا نثري المحتوى المحلي بتجارب العالمية والمحلية في تجربة المريض. نعم، طيب ما هي أبرز المعايير التي من خلالها يتم قياس رضا المرضى وكذلك أسرهم حول الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات سواء في الحكومية أو القطاع الخاص؟ جميل جدا. احنا اليوم يعني احنا بالجهة اللي تشرع الممارسات هذه وطريقة قياسها، طريقة قياس تجربة المريض، حرصنا كل الحرص ان ننقل التجارب كلها سواء المحلية والعالمية في تجربة المريض. فحضر معانا مثلا شاركنا تجارب عالمية، شاركنا تجارب محلية، بحيث نصل للجميع بتجربة المريض. في كل قطاع فيه ممارسات معينة ومستهدفات معينة تتناسب معاهم، يحددون فيها التوجه المناسب لهم بشكل خاص. طيب أنتم من خلال متابعتكم للقطاع الصحي كيف ترون مستوى تفعيل تجربة المريض في هذه المستشفيات؟ هل بالفعل تقدم بالشكل المطلوب؟ تقيس الخدمة المقدمة بشكل جيد كما هو موجود في التجارب الأخرى التي تحدثت أنها قدمت من خلال القطاع الصحي وملتقى الأكاديمية الصحية الذي نظمته الأكاديمية؟ جميل جدا. وزارة الصحة وكان فيها ممثلين من الإدارة العامة في تجربة المريض، تكلموا عن تجربتهم في تجربة المريض وكيف كانت الفجوة الموجودة سابقا ومحليا. هي مستوى مرضي لكن تطلعاتنا دائما لأعلى وأعلى. الميزة اللي موجودة اليوم عندنا الأدوار وعندنا الممارسات وعندنا التشريعات اللي موجودة، فكإدارة قانونية موجودة، في إدارة كاملة موجودة، كدور مستحدث الآن موجود في النظام الصحي كدور لتجربة المريض، الممارسات اللي تحاول ننقلها إن شاء الله إلى توصل إلى المستوى اللي يطمح للجميع جدا. هذا التقييم أستاذ خالد هل يرتبط أو هذا تجربة المريض هل ترتبط بتقويم أو تقييم وزارة الصحة لعمل المستشفيات والخدمة التي تقدمها والرعاية الصحية التي تقدمها هذه المستشفيات؟ جميل. وزارة الصحة فعلا يعني وضعت تجربة المريض كمستهدف واضح، وضعتها كذلك كمكمل رئيسي في نموذج الرعاية الصحية. الرعاية الصحية الأولية اللي نشوفها اليوم التوجهات اللي موجودة فيها، تجربة المريض تلعب دور رئيسي موجود فيها. أشكرك الأستاذ خالد العريج المدير التنفيذي لاستحداث الوظائف وشركاء الأعمال والحديث عن فعاليات ملتقى الأكاديمية الصحية الذي نظمته الأكاديمية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. شكرا جزيلا. عقدت الجمعية السعودية للصيدلة الكلينيكية مؤتمرها الدولي الأول وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض، ويعد هذا المؤتمر الذي يستمر اليومين الأول للجمعية ويتضمن مشاركة أكثر من 40 متحدثا من مختلف دول العالم، كما يتضمن انعقاد ورش عمل وملصقات بحثية تستهدف الصيادلة الكلينيكيين والممارسين الصحيين وغيرهم من الطلبة والمهتمين بهذا المجال، كما يتخلله العديد من الجوائز البحثية والمسابقات العلمية. يذكر أن الجمعية هي الأولى من نوعها عربيا وتأسست على يد نخبة من الصيادلة الكلينيكيين السعوديين وتهدف إلى الريادة المهنية في المجال الصحي.
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن عقد تأجير أرض صناعية بجدة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية بالمملكة بشراكة محلية وعالمية. وأوضحت الهيئة أن مدن تواصل دعم القطاع الصناعي باستثمارات نوعية لتنويع الاقتصاد الوطني اتساقا مع رؤية المملكة 2030 والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأكدت الهيئة أن المشروع الجديد من شأنه الإسهام في توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصناعي، إلى جانب زيادة فرص العمل والتدريب والتعليم لأبناء وبنات الوطن. أصدرت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ برنامجا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة، وسيكون ذلك وفق إعادة مراحل تبدأ أولها في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بهدف نقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى، الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله على الدعم غير المحدود الذي يشهده القطاع الرياضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم بالرياض أمس بالرياض استراتيجية لتحول كرة القدم السعودية، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف لنقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم تحاكي نماذج عالمية أسهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الاستراتيجية ستسهم بمشيئة الله في تطوير منظومة كرة القدم السعودية من خلال تجديد هيكل المسابقات واستخدام التكنولوجيا في تحديد وتطوير مهارات المواهب والكثير من الأهداف الأخرى التي ستسهم في بناء مستقبل واعد للكرة السعودية. يجري فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم معسكرا في مدينتي مدريد وبرشلونة، والذي يستمر لغاية 12 من هذا الشهر. وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لتطوير قدرات الشباب السعودي الرياضية عبر برنامج دوري المدارس لكرة القدم. مراسلنا في إسبانيا تابع المعسكر الإعدادي وأعد لنا هذا التقرير. تواصل بعثة دوري المدارس لكرة القدم معسكرها الإعدادي الذي تقيمه في إسبانيا، والذي انطلق في 26 من شهر أغسطس الماضي ويستمر لغاية 12 من شهر سبتمبر الجاري. وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا قد استقبل البعثة وعبر لها عن دعم سفارة المملكة لجهود وزارتي الرياضة والتعليم التي تهدف لبناء جيل متميز من المواهب الرياضية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تشرفت بحضور مباريات فريقنا البراعم الصقور العمالق الأبطال، مباراتهم مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. الحقيقة كان لعبهم قتالي متميز بلا شك، نواة إلى مستقبل رياضي واعد بالمملكة العربية السعودية، تضاهي في خطة المملكة رؤية 2030. ويعد مشروع دوري المدارس إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على خوض المنافسة في المحافل الرياضية العالمية. Hay que trabajar constantemente. Es una actividad
إن كرة القدم مغامرة رائعة، لكنها في نفس الوقت تتطلب تضحيات كبيرة، وهو ما أكدنا عليه للاعبين المشاركين خلال المحاضرة التي ألقيناها. لقد وجدنا اهتماما كبيرا لديهم للتعلم والاستفادة من تجارب والخبرات، وهذا أمر يدعو للإعجاب. البداية أنه هذا طبعا إحنا عندنا فريق مكون من 18 لاعب، وخلاصة دوري المدارس. دوري المدارس شارك فيه أكثر من 180 ألف طالب، وعلى مستوى أكثر من 16 ألف فريق على مستوى على جميع في جميع أنحاء المملكة من إدارة التعليم في المحافظات والمناطق. ويشمل المعسكر الإعدادي إجراء عدد من المباريات مع الأندية الإسبانية الأهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإسبانيول، بالإضافة لمحاضرات وتدريبات ميدانية يومية، وذلك وفق برنامج متكامل يهدف لحصول اللاعبين المشاركين على قدرات ومهارات جديدة في رياضة كرة القدم من مختلف النواحي الفنية والبدنية والإدارية. تجربة فريدة من نوعها يشارك فيها نخبة من نجوم دوري المدارس، قادتهم التجربة لمواجهات مع أكبر وأعرق الأندية هنا في إسبانيا، وأثبتوا خلال المواجهات أنهم قادرون على مقارعة الكبار. حميد بلحسن، مدريد. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي. تجاوز نسبة المحصنين بجرعتي لقاح كورونا بالمملكة حاجز 46%، وجرعات لقاح كورونا تتجاوز 39 مليون جرعة. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط أربع محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون وردت إلى المملكة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا وإلزام موظفي الشركات الكبرى بأخذ اللقاح. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.